ورحمة الله تعالى وبركاته، مرحبا بكم في قناة حليمة الفيلالية. اليوم إن شاء الله غنحضر معكم خبز الدار وخبز المنزلي بالدقيق الكامل، ناجح، رطب، خفيف ومتقب من الداخل بأسهل طريقة، يعني واحد الطريقة اللي هي سهلة جدا، بلا تمارة، بلا دليك، تخليك ما تعاوديش تعجزي أنك تعجني أو حتى تفكري تشريه من على برا. طبعا مع توضيح نقطة مهمة جدا وهي الاحتفاظ بالخبز في المجمد، ودردشة معكم كيفاش كنغلب الوقت وكيفاش كنقد وقتي. بقاو معايا نشوفوا كل هذه التفاصيل في هذا الفيديو. الخبز فطبعا كيف قلت لكم في الدقيق الكامل، يعني اللي بنخلة ديالو كندير دائما عيني ميزاني، وانما اليوم غندير لكم تقريبي شحال. هنا دابا تقريبا غندير 6 ديال الكيسان، هذا يعني الخنشه تيكون يعني فيه ديك النخاله اللي رقيقه. صوبتيه على يديك يعني وطحنتيه، غسلتيه ونقيتيه وطحنتيه، فكتحيدي منه ديك النخاله الغليظه وكتخليها على جنب، وكتحيدي ديك المتوسطه كتبقاي تكرصي بها. انا كيف قلت لكم 6 ديال الكيسان تقريبا، وكيبقى على حساب اللي بغيتو نتوما. بالنسبه للاخوات اللي ما تيتوفرش كتشكي من الخنيشات، كيتباعوا بانواع كثيره، فيها بليدور يعني كومبليت بالنخاله ديالو كيتباع، يعني ما عندكش الوقت كيفاش توجديه فشريه، كيكون بهذا الشكل وعجني به الخبز. يعني كما كنعرفوا الالياف عندها فوائد كثيره، فغين كومبليت او لا الدقيق الكامل. صافي الكميه اختياريه، انا هنا 6 الكيسان مع كميه من السكر. بالنسبه لاخواتي يقولوا السكر غير صحي في الخبز، فلكم الاختيار. انا دائما كنديروا مع جميع المعجنات، كيف كنقول لكم دائما كيخلي الخميره كتفاعل بشكل احسن، كيعطي لون افضل. ولا عندكم شي مشكل صحي ممكن طبعا الاستغناء عليه. غادي نضيف ملعقه كبيره مملوءه جيدا من الخميره كافيه، لانني غادي نخليه يختمر على خاطره. كاين الوقت، يعني كنصيحه اول حاجه نبداو بها هي عجينه ديال الخبز قبل ما نشدو البورطابل، قبل ما نديرو حتى حاجه، يعني نفطرو مباشره للمطبخ نديرو العجينه بهذا الشكل ونخليوها باش كتوجد وكتبرد. يعني ملي كيجيو الدراري من المدرسه اولا مول الدار كيلقاها، كيلقى العجين الخبز برد، من الاحسن كنضيفو ماء دافي، اعتذر ماشي بارد، دافي. انا تقريبا 5 ديال الكيسان اللي درت، وغادي نخلط، ولا احتاجيت نزيد يعني نحصلوا على واحد العجينه اللي هي خفيفه ضروري غادي نزيد كاس اخر. يعني 6 ديال الكيسان ديال الدقيق الكامل مع 6 ديال الكيسان ديال الماء دافي. من الدقيق الكامل دائما ما نسخنولوش، ما نعطيوش الماء ساخن كيضيعوا هو والسميده، يعني من الاحسن يكون الماء غير دافي. غادي نخلطو غير بهذا الشكل بمعلقه او بطراب يدوي صافي، وغادي نغطيوها ونخليوها حتى كتفاعل وكتخمر مزيان وكتطلع، وتبقى المده دائما على حسب الجو راه غادي تبان ليكم. كنتو مزروبين عليها زيدوا شويه ديال الخميره باش تختمر بسرعه. صافي من الاحسن نغطيوها بلاستيك غذائي او بلاستيك عادي، المهم انها تغطى مزيان. نديروها في شعلبة اللي عندنا كبيره ونسدو عليها، او بانيو اللي عندكم، مهم انه يتغلق مزيان ما يدخلوش الهواء باش كتكون العمليه انجح. صافي غادي نخليه ونمشي نقضي حاجه اخرى، يعني نبداو بالخبز هو الاول ونمشيو نطيبوا الغداء ولا شنو غادي نديرو في البروغرام ديالنا حتى نرجعوا له على خاطرنا يكون تفاعل وختام. بالنسبه للدقيق ضروري نزيدو معاه الفورس، واما الفورس والفينو كيكون على هذا الشكل ضروري نوصلوا لهذه المرحله. هذه بغيتو تخلطوا بين الفينو وبين الدقيق الابيض مزيان، بغيتو ديروا الدقيق الابيض ليكم الاختيار، لما كيبغيش ياكل الفورس نهائيا يدير الفينو، غير هو بالفورس كيرطب وكيجي احسن، ما كيبردش دغيا وما كيبقاش كيتفرتت. كنضيفو طاعية الحال الملح حتى لهاد المرحله، ونبدا نضيف شويه بشويه حتى نحصل على عجينه رطبه خفيفه، يعني ما تكونش قاصحه باش يجينا حتى الخبز ديالنا خفيف. واخا تبان ليكم كتلصق معليش، نضيف شويه بشويه حتى تجمع ليا. وكيف قلت لكم لكم الاختيار، ممكن نديرو نص فينو يعني الدقيق الاصفر، ممكن نديرو غير الدقيق الابيض ونستمر كنخلط فيه حتى كيتجمع ليا. نحتاج لا دليك لا حتى حاجه غير اننا من الاحسن نديرو في كسعه او في سطح العمل اللي كيكون طبحان منقي، يعني نظيف ومعقم، كنوضعو فيه العجينه من الاحسن ونخدمو بهذا الشكل حتى كينسجم. ما تقصحوش العجينه تكون مرخوفه، ولا بانت ليكم كتلصق ضعوا القليل من الماء
فوق سطح العمل بهذا الشكل هذا، حتى نحسو بها كيف قلت لكم انسجمات وتجمعات، ونعاودو نوضعوها في ذاك الاناء ترتاح واحد 10 دقائق عاد باش نقرصوها. يعني كي لاحظتوا طريقه اللي هي بسيطه وسهله، حتى يعني النساء العاملات ممكن انهم يحضروا كميه من الخبز بهذه الطريقه، يعني بكميه كثيره، ويحتفظوا به في المجمد. وبالنسبه للاشاعه اللي كتقول بان الخبز في المجمد، حتى نكون صدقتها، وانما يعني تاكدت وبالخبر اليقين بانه ما كيسبب حتى شي حاجه، لان ما كيوقعش فيه تحولات كيميائيه. وبزاف ديال يعني بحثوا وتعرفوا وتاكدوا حتى نتوما بانه ما كيوقع فيه والو، ما كيسبب حتى شي حاجه. ممكن انك تحضري كميه كبيره منه وتحتفظي به، وكل ما تبغي منه جبدي الكميه اللي بغيتي وسخنيه، ولا خليه غير يدي كونجولا. صافي انا كيف قلت لكم نعاود نردو ونخليه يرتاح تقريبا واحد 10 دقائق، غادي يخمر بسرعه، ما غاديش ياخذ وقت طويل لان بهذه العمليه ما كيتعطلش. ونبدا مباشره كنقرصوه بالنخله او الحمامر، يعني كنخله اللي كنحيدو من الدقيق كنقرصو بها، اولا راه كتباع بوحديتها الا خديتو يعني الخنشه اللي كتكون فيها الدقيق جاهز الدقيق الكامل، فشريو النخله بوحديتها كتباع، الا بغيتوش تحيدو من الدقيق طحنتو على يديكم فبطبيعة الحال كتحيدوه راسكم. صافي بالماء، يعني كنستعملوا الماء، العجينه مرخوفه بطبيعة الحال كتلصق في اليد اذا الماء، وبهذا الشكل بحال كنديروا المسمن نديروا خبيزات صغارين، اولا بهذه الطريقه العاديه وبواسطه الماء. علاش درت الماء ودرت هذه الطريقه؟ لان الاخوات المبتدئات من تيقرصوا بهذيك الطريقه تيدخلوا الحمامر او السميده للداخل، انت تدخل للداخل كتجيب الخبز مدقص من الداخل، لان كمبتدئه ما غتعرفش تقرص بالطريقه الصحيحه وتحافظ على العجينه من الوسط بلا ما تدخل ليها والو. لذا ديروا بهذا الشكل وديروا خبيزات صغار كيجيو متولين حتى في الشكل ديالهم، ولا احتفظتي بكميه كثيره كتجبدي غير القياس اللي بغيتي. صافي غنستمر بنفس الطريقه حتى انتهي. وهذا الماء اللي كنديروا حتى من يعني فيه كيجيب لنا الخبز محمر بشكل احسن. ونبدا مباشره العجينه مرخوفه ما غنخليوهاش ترتاح، نبداو كنقرصوا فيهم رقاق او كتبغيوهم يعني مغلاض اللي بغيتو نتوما والرغبه ديالكم. صافي وغنوضعوهم في صفيحه كيف وريتكم من قبل. كيديروا المخبزات يعني كيديروا في صفيحه كبيره على حساب الفرن ديال اللي عندك، وكتبداي كتدفعيها مره واحده كيطيب من التحت وتعاودي تهبطيه اولا تشعليه من الفوق يتحمر من الفوق عادي، كتخرجي وتدخلي ما كتبقايش كل ساعه تقرصي بالوحده، اولا الدنيا كتلون بالسميده ما كطيح ما حتى شي حاجه، يعني طريقه اللي هي صراحه مختصره واحسن. صافي غنستمر نفس الطريقه حتى نقرصهم كاملين. بالنسبه للاخوات اللي طلبوا مني خصوصا في هذا الدخول المدرسي ندير مواضيع ولا فيديوهات على كيفاش كنظموا وقتي، كيفاش نغلبوا الوقت، او كيفاش نقضوا بالشغل ديالنا، لان الاغلبيه كنتغلبوا الله يحسن العوان مع الوليدات. النصيحه الاولى اللي غنقول لكم باختصار يعني بلا ما ندير فيديو اخر، هذا غيكون كافي، لان الا تقيدنا بهاد النصائح فتاكدي غتمشي مزيانه ان شاء الله، هي الفيق بكري. دائما كناكد وفيديوهات سابقه الفيق بكري مهم جدا، الفيق بكري واخا كيجيبك في الاول بانها صعيبه، يعني كتصيفطي ولادك اولا ما عندكش الاولاد اولا راجلك تيمشي، نغلب راسي ونجلس عندك الاقل كاع الا طولتي سيمانه غادي تعودي اكيد، والساعه البيولوجيه ديالك غادي تضبط على داك الوقت ديال الفيق، ما تعاوديش تنعسي حتى صحتك غتلقايها. هذاك النعاس المعطل والفيق معطل كيدهور الصحه وكيدهور النفسيه. تعودي على الفيق بكري، داك الفيق ماشي تنوضي وتشدي البورطابل تجلسي في الواتساب في فيسبوك الانستغرام، يعني وكيضيع الوقت في يعني في مواضيع اللي ما غتستافدي منها حتى شي حاجه، لا فائده منها غير ضياع الوقت. كتضربك الوقت انت العشرة ولا 11 كتلقاي راسك الوقت طار لك ما درتي حتى شي حاجه، كتنوضي كتجري كتعصبي، كيجي ولادك من الدار كيلقاوك متوتري، نفسيتك تتولي. كلنا حنا نساء هكا، الا ما قضيناش شغلنا وبقينا الوقت فاتنا كنتعصبوا، هذاك الشيء كينعكس على نفسيتنا وعلى نفسيه الناس اللي دايرين بينا. لذا ندير اولويات في حياتي ونخلي الكماليات الوقت الفراغ، ماشي نوض نشتت فيكس. كاين الناس اللي عندهم مثلا داك فيكس كيكسو يهضروا به في الساعات، اولا البورطال واتساب فيسبوك كتلقى مواضيع اجتماعيه ما غتفيدني بوالو، ها حماتي دارت ليا، ها راجلي دابست معاه، هاني في هذه، يعني هذا الشيء ممكن تساعدي ممكن تقاي هذه المواضيع
ولكن في وقت الفراغ، وانا في نظري الانسان يتفاهدها نهائيا، كتاثر على النفسيه. لا ما تحسي نفسيتك تتاثر بالمشاكل بهذا، او لا كتمشي لواحد توجه اخر، انك كتشوفي مثلا دوك الفلوقات اللي كيديروا بعض الاخوات، هنا سافرت، هنا شريت، هنا هذا، هذاك الشيء غيخليك عاوتاني تدخلي في مقارنات انت في غنى عنها. هذيك المقارنات كتمرضك بلا ما تحسي، كتدخلك في حاله خايبه. من الاحسن الحاجه اللي ما غتفيدنيش ولا حتى حاجه نتفاداها، نركز في حياتي، نركز شنو خاصني. كيبقى لي الوقت يعني نوض الصباح مثلا، عندي الخبز، نوجد الخبز كنعجنو كنخليه تيخمر، كنمشي كنطيب غداتي، كنجمع دويرتي، كيبقى لي الوقت كافي نمارس فيه الهوايه، نتعلم شي حاجه تفيدني. بقى فيه الوقت لوليداتي، نعطيهم الوقت الحنان، نعنقهم، نبوسهم، نتهلا فيهم، في قرايتهم، في نسولهم شنو داروا، ماشي مي كيجيو كيلقاونا في البورطاب مرفوعين اماما اماما. يعني هاد الحاله ولا كيعيشها يعني بزاف بزاف ديال الناس. يعني الوقت ما بقاش للناس اللي قراب لينا. لما هذه النصائح اللي كنقول وكنحاول انا يعني نتقيد بها باش نعيشوا حياه احسن، تكون منظمه، حياه مستقره، بعيد عن التوتر. يعني نحاول نبعدوا ما امكن التوتر باش ما نتاثرش على حياتنا، على صحتنا، على نفسيتنا، وكنكرر على الناس اللي دايرين بينا. كنتمنى يعني نكون جاوبت الاخوات، وكنستسمح لينا ما استطعتش ندير فيديو يعني مستقل. وصافي، ملي كنسالي الخبز في التكراس كنوضعو، كنت قلت لكم صافي هذه كنخليها خاصه الخبز، وحده الحلويات، وحده ديال الخبز اللي كتولي بهذا الشكل هذا، اللي كنبعدهم غير شويه وكنخليهم يخمروا. ملي تيخمروا راه كيبان، كيتنفخوا، ما نخليهمش حتى يتشقوا بزاف، وما كياخذش لينا الوقت نهائيا في التخمار. كنتقبوا شويه الفرشيطه، نسخنوا الفرن حتى كيسخن مزيان، ما كننقصوش بزاف، لان الخبز ما خصوش يطيب على نار مهيله باش ما كيقصحش لينا، خصوصا ما فيه لا زيت لا حتى حاجه اللي غتخليه يرطب. اولا ما نطيبوش من الفوق، من التحت اولا، يعني حتى كيتحمر او لا يشد راسو مزيان، العافيه متوسطه ولا زايده، ونردوا له البال خصوصا في المرحله من هبطوه للتحت باش ما يتخطف ليناش. وكيف قلت لكم ما نقصوش بزاف باش ما يبش، ونبقاو مراقبينه. كل ما بانت لينا شي وحده تحمرت على حساب الفرن ديالك كيف كيطيب، نقادوه ونستمر بنفس الطريقه. كنقاد فيه، كنقلب حتى كيتحمر كامل، وكنزولوه من الفرن مباشره لواحد المنديل، وكنغطي، كنجمعوه في داك المنديل باش كيترجع ليه الصهد ديالو، وكيبقى رطب ما كيبس ليناش حتى كيبرد تماما. هذه من النصائح اللي سمعت الدكتور فايد قالها، بان الخبز قبل ما نجمعوه نديروه في المجمد خصو يبرد تماما، ما نخليهوش يعرق، عاد نوضعوه في المنديل ونديروه في بلاستيكه ونوضعوه في المجمد، ما كيوقع له حتى شي تغيير. ونشوفه من الداخل، انا كنبغيه رقيق كنرقو شويه، ولا بغيتي تخليه غليظ لك الاختيار، انتم مع القرب كيفاش كيجي الناجح، جربوه على ضمانتي. كنتمنى هذا الفيديو يكون مفيد ولو شيئا ما، وكنعتذر على الاطاله، وكنشكركم دائما على المتابعه وعلى التشجيع، والى اللقاء في وصفه وفيديو قادم ان شاء الله. مع السلامه.